في الحلقة ديال البورتري اليوم غنهضروا على واحد السيد زاد مبدع، ماشي مبدع رسام، ضيفنا كيرسم الناس في الخدامي. أيه هو هذا وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع من مواليد 54 الفقية بن صالح، مهندس بدا حياته المهنية في وزارة الطاقة والمعادن وترقى من منصب للمنصب، والكفاءة دياله وصلاته حتى لزيمبابوي. محمد مبدع كينتمي لحزب سبولة، ولكن هو بحال نوار الشمس، عنده الخبرة في الطاقة الشمسية، وحده بغى يضوي القرى، عاشق لآلة العود، طايرجي من درجة تقادة، وفي وقت الفراغ كيفرق الفولارات. أول واحد وصل تبوريدة للطاليان، اللون المفضل الشوكولاتي، ومن هنا كان هديه أغنية سيداتي سادتي آنساتي، لا بغيتوا تخدموا وترسموا، رحبوا معايا وصفقوا على ضيفنا محمد مبدع.